أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان حملة كان الحفل الختامي لحملاتها التوعوية بالسرطان الثدي وسرطان الرأس والرقبة. ونحاول أن نوعيهم ونقول لهم أنه المرض له طريق، ما يجي من السماء شكل المرض، لابد بدايات. فإذا كل ما اكتشفنا المرض من بداية كل ما قدرنا نتغلب عليه. عملنا عدة حملات، نتمنى إنه إحنا نتعلم من حملات كيف إحنا ما نيأس أبداً من الحياة. الحياة حلوة وحياة زينة، ومقومات الحياة موجودة إذا أراد الإنسان أن يمشي فيها. تستند الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان في عملها على استراتيجية تم وضعها بشكل مدروس وبعناية وبناء على قيم محددة ورؤى واضحة. الإحصاءات اللي سجلناها في المركز الخليجي لتسجيل السرطان، وهي إحصاءات مبنية على تسجيل السرطان في الدول، جميع دول مجلس التعاون، لمدة ما يقارب 15 سنة سجلنا ما يقارب 165 ألف حالة. 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها، لأنها كلها modifiable يعني causes أو الريسك، يعني حاجة في يدينا. مبادرات تتضمن العديد من الأنشطة التي تطلقها حملة كان بشكل مستمر على مدار العام وفي مختلف المحافظات في دولة الكويت. والحويدر، تلفزيون دولة الكويت.